انت بودينا الصحراء ناحيه الاهرامات ليه يا عزوز؟ تكونش مشيت في السكه البطاله وشغال في التهريب يا ولد؟ طب بطل انت بقى تهريب يا عم سيد وبص قدامك، شوف كده ايه اللي هناك ده؟ ده ايه اللي جايبهم يصوروا في الحته المقطوعه دي؟ دول بيصوروا فيلم دول ولا ايه؟ ما دام عند الاهرامات كده تلاقيهم بقى بيصوروا برنامج رامز تحت التل او هاني هز الجمل. ونروح بعيد ليه بس يا عم سيد؟ احنا فيها ننزل نشوف بيعملوا ايه. مش انتوا فريق تصوير المطاردات؟ اتأخرتوا ليه يا جدعان؟ الشمس كده هتروح، مش هنلحق نصور مشاهد المطاردة في الفيلم. هات الشيك يا زنات. لا ما حضرتك شكلك كده في سوء تفاهم يعني. رجع الشيك يا زناتي. خد يا زناتي هنا. انت ما عندكش شخصية خالص ولا ايه؟ يقولك هات الشيك يا زناتي تجيبه، رجع الشيك يا زناتي ترجعه. بكام الشيك ده يا باشا؟ 200,000 زي ما طلبت. 200 ايه؟ مش هدفع مليم زيادة، يا اما هلغي العقد. لا لا على ايه؟ شوف حضرتك لو عاوزنا نكنس لك الصحراء دي كلها كمان قبل ما نبدأ التصوير هنكنسها لك. لا نكنس ولا ما نكنسش، أنا أهم حاجة تكونوا جاهزين بالمعدات كلها. أنا معتمد عليكم في كل مشاهد المطاردات اللي هتتاخد من الطيارة. ما دام اعتمدت توكل على الله بقى. حضرتك الفريرة دي مجهزة بأحدث الكاميرات الميجا بيكسل خلفي وأمامي. زوم تلاقي، زوم قوي تلاقي، تصوير بطيء تلاقي، تصوير بطيء قوي قوي تلاقي. انا اهم حاجه عندي الكواليتي. بس كده جبت الكواليتي يا عم سيد؟ وانا من امتى بمشي من غيره يا عزوز؟ ممكن نركز بقى شويه لو سمحتم؟ المطاردات كلها بالموتوسيكل وفي الصحراء، يعني عاوزين سواق بتاع رالي، سواق محترف. حضرتك مش هتلاقي حد منحرف اكتر من هيصه. هيصه الترانسبورتر، نجم الحرفيين وملك الأمبالي. هيصة ده بقى عقبال ما تشوف. يسوق مكان تايواني، صيني، فيزب، تكاتيك. انت بس مسكه الجدون وتفرج هيعمل ايه. جدون مين يا عم؟ هو هيسوق عجلة بي ام اكس؟ ما تخلينيش اعلم منكم بقى، احنا عندنا مشاهد صعبة هنصورها النهاردة. زي ايه يعني؟ يعني عربيات هتعترض طريقه، هيرشق في لوح ازاز، البوليس هيجري وراه، هيدخل في عربية برتقان. يا باشا هيصة ده يدخل لك في عربية البرتقان ويقشره لك كمان. ابوس ايدك يا عزوز يا ابني، ما تجودش اكتر من كده، لا الشغلانة تطير مننا. خلاص يا فندم احنا فاهمين بقى كل حاجة، ربنا يسترها بس وتعدي على خير. هو حضرتك قلقان من حاجة؟ لا يا فندم خالص، انا اقصد يعني ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. ما تقلقنيش ارجوك. يا باشا دونت ووري. لا انا كده هووري. طب والنبي ما توري. موتور المكنة مفوت يا عم سيد. حلو في المطاردات ده، اسمع مني. ايه الدخان ده كله؟ انتوا جايبين موتوسيكل خربان ولا ايه؟ ما تقولش خربان يا باشا، قفل الشر، ده صيني اصلي، ولزقت لك عليه ستيكر لهب وخمسة وخميسة، وحطيت لك له علامة بي ام من قدام عشان ياخد العين في الكاميرا. طب بمناسبة الكاميرا، فين الكاميرا مان اللي هيصور؟ عيب عليك بس يا استاذ، انا اللي هصور، انت اخويا وحبيبي ولازم اقف معاك في يوم زي ده. يا عم انت بتجاملني فرحي؟ فين الاجهزه والكاميرات اللي ورا واللي قدام والهري ده كله؟ يا استاذ ما هو احدث حاجه اهي ده موبايل. لا بس مش موبايل عادي على فكره، ده جهاز 8 انش كاميرا خلفي وامامي، كفر اصلي، عدسه زوم 2.4 من 10. 2.4 ايه؟ دي اخرها تجيب الحبايه اللي على مناخيرك وانت بتاخد سيلفي. ايه ده؟ هو انا في حبايه على مناخيري؟